احنا وصلنا مرت خالي على البيت. ما عم بسأل عن مرتي. شو بده يصير هلا؟ خلصني يا ابن اختي. اذا المعلم عايش اسكندر رح يقتله بعد اللي صار بالسجن. فعل الله ولا فعل. اوف اوف. كيف تسلل الواحد من برا لعندكم بسهولة؟ رح نعمل التحقيقات اللازمة سيدي. عفوا سيدي، اسكندر الكبير منقدر نحوله على المشفى؟ انت شو عم تقول؟ ايمتى دولتنا قالت شي وما التزمنا فيه حضرة المدعي العام؟ خذوا الاجراءات الامنية وحولوه على المشفى. معك حق حضرة المدعي العام، اسكندر الكبير خليه موجود بالسجن لو كان مرضان وعم بيموت حتى، بس ما بتقدر تتحمل مسؤولية موتي حضرة المدعي العام لو كنت بالمشفى أو بأي مكان تاني. خلي الدكتور يقيم وضعه وشو بيلزم يعمل. عفوا سيدي، القرار لكم بس المسؤولية كتير كبيرة، خلينا نحوله على المشفى. التوتر اللي هون ما بيهدى غير هيك. الو، شلون هرب يا جوراي؟ لك انت شو عم تقول؟ لك صايبك شي يا بني ادم؟ واحد بحالته الجسديه هي كيف قدر يطلع؟ انا مش فاهم يا جوراي، لا تردوا على حدا وطالعوني هلا، وهذا الزلمه بسرعه بتلاقوا لي اياه، لا تتركوا مكان لا بالشط ولا بالبحر الا ما بتدوروا فيها. قول للأستاذ أنا لازم أطلع من هون فورا، بتغير لي رقم التليفون تبعك هاد يا دكتور، بلا ما يعتبروك كمان أنت واحد من جماعتنا. دور ورجع. We'll be right back.
مستر مراد علمدار.
هلا وقتك. طيب بلكي عطوا خبز لرعد معلم. لك ابن البرجوازيين بيعطوا خبز، اذا بدها تحييك لا تاخذها. الله يخليك، صار لي يومين بلا اكل، كرمال الله اعطوني شقفه خبزه. روحوا لها. اخي ليش عصبت؟ بس خبزه، والله جوعان كثير. روح عم بقول لك. لك اكثر شوي خليهم يصدقوك، مثل منيح الحمى. لك شو صار لك؟ مو صعب كثير الدور يا طور؟ يعني ما رح تعطوني خبزه؟ ولك شو هذا يا اخي؟ بقديش الخبزه حتى ما تعطوني اياها؟ انا بفرجيكم. بقديش ولا بقديش؟ والله شو القصه؟ والله ما بعرف. فشرت. انا رايحه اشوف. تعال هون ولا بدك يعني كبشني. سد لها تمها. وين رفي؟ ماشي ودينا لعنده. لك يلا وين؟ جبلين ما بيلتقوا، ميرو ورافي بيلتقوا. خير مين انتو؟ كان بودي نناقش مسألة الهوية بشكل مفصل بس للأسف يا لك شو صار لك؟ قلبي لعبة برجوازية مبينة. معلم الزلمة عم يموت عن جد. معه القلب وقت اللي بتستغل الشعب ما عندك قلبه، هلأ صار عندك القلب فجأة؟ لعمة بقلبك شيتين عمول شي شغلة وصحي الرجال. بوسي اختي. مجرمين قتلتوا لي جوزي. شو تفضلتي؟ اذا بتحبيه كل هالقد معناتها لا ابعتك ورا. انا ما بدي اموت. شو ما بدكم بعمل؟ العمى العمى شو بكي يا مره؟ شو قالوا لك؟ مقطوعين وجاي من الحبس تازه؟ طبعا مو قصدك عاطل، قصدك تتعاوني معنا مو هيك؟ ما تخافوا هلأ بصرفهم وبرجع لكم. خليك مع تشيتين. يا خانم اتصلنا بتبع الإزاز وبعد شوي بيجي بيركبه. مو مشكلة بكرة منغيره، منسكر باب الغرفة ما رح يأثر. جوزي نعسان كتير وما رح يستنى تبع الإزاز. ألغي فوتي. سيطرت على الوضع تشيتين؟ كان بيودي أقول لك إنه جاذبيتي الثورية عملت شغلة بس تدبوا له. رح أقول إني فقت الصبح ولقيته ميت وموته كانت بسبب أزمة قلبية. المهم هلأ احكولي، رافي كان عليه دين وجايين تطالبوا فيه؟
مين جايب هالوقت؟ يلا مراد حبيبي حبيبي يا روحي الحمد لله الحمد لله ألف الحمد لله يا ربي دخيلك ألف حمد وشكر لك الحمد لله الحمد لله يا ربي أنت منيح؟ إيه بابا الحمد لله تاكل يا ابني مساوي رز بحليب أنت بتحبه كتير لك يا مرة الحمد لله أنه إجا ما بدي أكل جيبي لي شيء لبسه ماشي ماشي مين لسه عايش بابا؟ مات إياد وعزت ومحمود كمان البقايا عايشين بيت أهله لمراد على مدار هو هنيك؟ الأضوية مطفية نروح نشوف تستنوا لحتى يجي وبتصفوه هو وأمه وأبوه تمام فهمت عليك شو نعمل؟ بدنا نستنى في حال إجا مراد رح نقتله هو وأمه وأبوه ميماتي ما حكيت ولا كلمة بدك يعني امشي ايه معناتها رح قوم نام مو هيك مو قصدي ما عم بفهم بدي تمشي نهائيا ميماتي ممكن تكون أوضح لازم نلاقي نهاية لقصتنا انت ما متي وانا ما متت من شان هيك ما بقي غير طريقة واحدة الأحسن ننفصل يعني ما بدك يعني بحياتك ليش انا في عندي حياة حتى لو في أنا ما إلي مطرح فيها كيف للاقي لك مطرح؟ مراد هو السبب؟ إجاني بالمنام وقال لي اتركها على السريع بلوت لك أما ماشي ميماتي ما بتحبني أنا بحبك بس مو تضلي معي ضلي بعيدة أنا بحب 5 مليارات إنسان كمان بس ما بقربهم مني
انت ضلي بعيدة وانا بضل بعيد ومنضل منحب بعض. انت لهالدرجة عم تشوف الحب بسيط؟ بكرة بتندم كتير صدقني. انت حلوة وصغيرة بتلاقي شخص احسن. تاني دير بالك بجوز يكون في حدا لعطيلك ليزيك. معلم 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 انت منيح؟ ايه ميماتي. وانت مو شفتك هلا خلص منيح. كنت عم بتعذب بغيبتك يا معلم. مو معقول اللي صار. مو معقول. وأنا كمان صدقني. وينه عبد الحي؟ موجود بعد اختفاء شهور. ظهر من فترة قريبة. قال أخذ الأمانة بإيده وهرب مدري لوين. منيح. ما قلت لي وين كنت مختفي لهلأ؟ لهلأ ما بعرف، بس إلا ما يجي يوم وأعرف وين كان حابسني. عمران تحسن؟ دريت بالخبر؟ ايه دريت. المسكين بيحاول ما يحسسنا بأزمته بنص هالمعمعة، بس هو منتهي. وحياتك يا مماتي رح ننتقم لكل اللي صار. الناس اللي منحبهم ما ماتوا على الفاضي، ونحنا مالنا عايشين على الفاضي كمان. شو بتأمرني يا معلم؟ اصحاب العناصر، اللي صار صار. مراد علمدار هرب من ايدينا، وهلأ القرار صار بإيد اسكندر الكبير. خالي، حلوين شعراتك هيك. شكرا معلم. مسكين قص شعراته على الفاضي. ما كان ماشي الحال وتركهن طوال. ضابط وشعره طويل، شو فيها؟ لا كيف هيك يا أخي، هي وظيفة الدولة، الشعر الطويل ممنوع. بعد ما وصلت اللقمة لتمه اسكندر شلوا ياها بإيده. ما زبطت الخطة. ايه وهلأ معلم شو راح نساوي؟ كونه اسكندر لسه جوا راح نعمل له اللازم. ماشي عبد الحي، انت بتدق لألبير بتخليه يتصرف. امرك معلم.
عذبناك يا ست إلفت. أهلا وسهلا. أي عذاب؟ بكفي رجعتنا بالسلامة. شكرا. تفضل. يسلم. تفضل. شكرا. تفضل. كيف العلاج خال؟ منيح الحمد لله. مرت خالك عم تدير بال علي. أخي مراد، صحيح مو وقتها، بس للأسف خالك عم يرفض العلاج. هالحكي صحيح؟ عن جد مو وقتها هلا يا حبيبتي. لا هلا وقتها يا خال، ما في عنا غير خال واحد وما بدنا نغامر ونخسره. راح قلكن شغلة، اسمعوني منيح. إذا بهالكم يوم اللي باقيانين لي بدكن يعني يكون متعذب، ماشي هلأ بروح باخد الجرعات. اسمعوا، أنا بطلب من ربي شغلتين بس. أول واحدة إني عيش لشوف اسكندر ميت قبلي، والتانية بحتفظ فيها لحالي. سهلا فيكم. ليش عذبت حالك؟ بنفوت لحالنا. مراد علمدار سامع فيه. تشرفنا سيد مراد. بظن انك بتعرف سبب جيتنا، بدنا نشوف اسكندر. اسكندر مو هون، حولناه على المشفى لانه حالته الصحية سيئة. من ايمتى تحول؟ وليش ما اعطيتونا خبر؟ بس هالاوامر اجتنا من فوق. عن جد؟ من وين من فوق يعني؟ إجاك الأمر من السماء؟ ألبير اتصل باللي فوق ولا تخليهم يخلوا سبيل اسكندر. إذا ما بتبعد عن الضغط ما رح يمشي الحال، والضغط النفسي هو أهم العوامل بوضعك. إيه بس أنا ما أجيت لهون لحتى أتعالج يا دكتور، أجيت لحتى أطلع وبس. معلش خلوا المحامي يمرق. معي وراء إخلاء السبيل. مرحبا، المحكمة وافقت على طلبنا، رح يخلى سبيلكم. سمعت؟ أنا كنت مريض بالسكر من وقت ما كنت أنت ولد لحتى صرت دكتور، ولغيت كلمة ضغط من حياتي من وقتها، صرت أعرف عالج حالتي أحسن منكم. الله يخليك سامح. بدك يعني سامحك يا عيني، تاني مرة ما بتطلب السماح.
تنتحر لحالك. اسكندر طلع من الحبس، أنا شو بيعرفني ليش تركوه؟ لازم نلاقي مقره بسرعة. الأستاذ والقائد جايين؟ نعم معلم. هوراي، فتشت كل المنطقة معه؟ إذا لقيت مراد على مدار ما عاد في داعي تشنق حالك.
ايمتى وصل؟ لما وصل خبرناك دغري. قرب أكثر. شو بتأمر معلم؟ نطالع فرقة؟ لا، خليهم يروحوا، ما بدنا نكشف محلنا هلا. طلعت من هون مماتي، بس ما بعرف من وين نطيت. متأكد انك طلعت من هون؟ مو مبين انه في شيء. ممكن يكون هالمخبأ منجم؟ منجم شو عبد الحي؟ هذا مؤسس قاعدة تحت الأرض. أنا متأكد انه المقر هون. وإلا ما نلاقيه. طالما حاطين جواته كل هالتقنيات، معناتها لازم يكون في إشارة عم تطلع منه. ادخل. سيدي، هاي مسودة التقرير اللي حنقدمها للجنة. والإسكندر الكبير طلب تعيينهم، مين هنن بالتحديد؟ ما لنا متأكدين تماما معلم، بس الأسماء المحتملة في إشارة جنبها. إجت القوائم من الداخلية؟ وصلت معلم، وهي بالصفحة الثانية. وقائمة وزارة العدل كمان وصلت. ومن وزارة التربية والتعليم. طيب، ومعلومات لجنة المخابرات لقيتوها متوافقة شيء مع التحقيقات؟ بشكل عام متوافقة. إذا كان المؤشر جنبهم كلهم تابعين لشخص، هذا معناته مستقبل تركيا عم يتعرض لتهديد، وكلهم مختارين بعناية واضحة جدا، وما بيعرفوا مين عم يخدموا كمان. بالمناسبة اتصلوا من المشفى، منروح بعد ساعة، هن عم يستنوكن هنيك. ضروري اليوم؟ هذا طلب زوجتك وما فينا نخالف. إذا لازم ننفذ لكان مضطرين نتعاون. الحمد لله على سلامتك أخي مراد. الله يسلمك. ضيفك ناطرك بالمكتب. راجع مباركة. جاي تهني وتبارك؟ لو متت بتعزي فيني، بس ما بتعمل أي شيء إيجابي. ما عمل شيء استحق هالموقف.
ما هي المشكلة انك ما عملت اي شيء؟ بالظاهر لقيت مقر اسكندر الكبير اللي ما قدرنا نلاقيه بعد ما طلعت مباشرة. انت اللي استهنت بقوة اسكندر، ليش عم تطالبني باعتذار هلأ يا مراد؟ انا ما بستهين لا بعدوي ولا بصديقي. فايزا ولا شيء، انسى هالحكي كله، اعتبر انه ما له اهمية. بس انا بروح اليوم على السجن بسأل عن اسكندر، بيقولولي انه ناخلوا سبيله. شو انا مدير السجن؟ اذا مفكرنا مسيطرين على كل شيء معناتها لشو وجودك؟ مين مسيطر لكان؟ والله الجواب انت بدك تلاقيه، يا اما بدك تسيطر او بدك تخسر. على اساس مسيطرين من اجيال هن المهمومين مثلك تماما يا مراد، وبعتقد لفترة طويلة لا رح تقدر انت تحاكيهن ولا هن يحاكوك. ليش؟ لانه بينكشفوا، ما بيقدروا يغامروا بهالشي ابدا. بتعرف جيم 12-1؟ وشو علاقته بالقصة تبعنا؟ بتعرفه ولا ما بتعرفه؟ بعرفه. شو مهمته بالضبط؟ المؤسسات الاستراتيجية بالبلد هو اللي بيعين الموظفين الإداريين فيها. وفي تغيير إداري بهالفترة؟ ايه، إنما عم يتم تحضيره بسرية كتير كبيرة. تقدر تجمعني بجيم 12-1؟ طيب فيني أعرف شو هو السبب؟ اسكندر بيعرف بوجود هالشخص وبيعرف شو عم يشتغل، ومحتمل ما يقدر يصل للقائمة السرية بأسلوبه، مشان هيك يا صديقي هالشخص معرض للخطر. استاذ أنا كتير بتشكرك على أخلاق السبيل، بالنهاية قدرت أطلع من السجن قبل ما أموت. صحيح هي كانت صعبة شوي بس حليناها. حضرة القائد، اللي طلب من جنابك. تفضل، شو بتريد؟ بدي التقي بسعدي باشا ضروري. هالشي مو ممكن، بعتقد ما بيقبل. أنا ما عم بسأل إذا بيقبل، في شي اسمه أمر واقع قليل اللي تعرضنا له، وهلأ بدنا نخلي سعدي باشا يدوق نفس الطعمة. اسمحوا لي شوي، معناتها لنشوف وين بده ينزل هالأمر الواقع. بقدر اسأل شو اللي عم تخطط له؟ المسألة غير وش لوش ما بتنحل. بدي اياه يسمع مني شو هي مشكلتي، ولنشوف ساعتها الباشا شلون بده يجاوبني. وإذا ما رضي؟ ساعتها رح نستغني عن الأسلوب اللي اختاره القائد تبعنا، ورح نطبق الأسلوب اللي بيرضيني أنا. سعدي باشا رايح على المشفى، في عنده شوية تحاليل. إمتى؟ بعد شوي. اجتماع النقابات المهنية الذي تستضيفه غرفة تجارة أنقرة سيناقش الأزمة الاقتصادية التي انفجرت في الولايات المتحدة الأمريكية ولفت العالم كله. عمران منيح بس علاجه رح ياخد وقت طويل شوي، يعني بحاجة لدعم نفسي كتير، والتدريب على الإيد الصناعية بياخد وقت. المهم إنه نعمل كل شي بيطلع بإيدنا. ولا يهمك، جاهزين. بس بالنسبة للست كونول وضعها كتير سيء. وضعها سيء تماماً،
ما في أمل. وحكمت الله يعينه، قاعد جنبه طول الوقت وعم يدعي لربه إنه الطيب. الله يكون بعونه. أخي أنت كيفك؟ منيح. عمران دري بجيتي؟ ايه وناطرك. تفضل. وقد شارك في الاجتماع السيد نور الدين أزدمير وتسلم الراية نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة، وجاء في البيان المشترك معلم بعد الحمد لله على سلامتك. في بفريقك محل لواحد مثلي؟ ولك شو عم تحكي عمران؟ انت محلك على راسي. يسلم راسك، شوفتك بتسوى الدنيا وشوفتك عندي بتسوى الدنيا. اللي مزعلني معلم ما عم بقدر لفك بالإيدين. بتعتبر انه ايدي ايدك؟ هي هيك بس تجي بتجي سوا. وشو هي اللي بتجي؟ المصايب معلم. والله مزبوط، لازم ناخد قرار. ما هيك هيك ما بيصير. قرار شو أخي؟ شو القصة؟ هالموضوع ما بينحكى فيه هيك تركيبك. وبرأيي ما نحكي بهاي المواضيع هون دكتورة. وانتي كمان بدك ما؟ لا خلص. لا ما بدي شي بنوب. بس يا دكتورة دائما هيك بتعملي، تغمزي بعيونك بالأول وبتقولي ما بدي. خلصونا بقى، لا تخلوني صرخ بالمستشفى. انت عن شو عم تحكي؟ عم قول ما بيصير هيك يا معلم، لازم ناخد قرار. نقص فريقنا والناس المختصة مثلنا لازم تكون على الجبهة مو ورا الطاولة. وإذا ما في عندكن مانع بدي غير مهمتي من مدير مكتب الدكتورة أوسو وصير حارس شخصي للسيد مراد ابتداء من اليوم. حسني لا تعصبني هلأ. ها فكونول مثل قلبي ميتة يا مراد مثلي. كيف قدرت تتحمل تخسر حبيبتك بيوم من الأيام؟ بصعوبة وقهر تعذبت كتير. بعرف قلبك احترق وبدعي لالله يصبرك، بس كونول انأذت بسببي كيف بدي اتحمل؟ حاسس كأنه انا اللي شعلت النار بايدي، ذنبه برقبتي مو هيك؟ اذا هيك القصة كل شي صار بسببي انا، ذنبي لحالي. انت عمل شغلي وحدي، الله يخليك لا تخلي المجرم يفلت ابدا. لا تخاف
ما راح يفلت بنوب. عدا الكوليسترول ما في أي مشكلة سيدنا، ولازم تطبق حمية صارمة شوي. هي القعدة ورا الطاولة يا دكتور لسه ما تعودت عليها. لا توقف، ارتاح، خلص قهوتك. سعدي باشا بالمكتب شي؟ بعلمي أنا ما عندك موعد معه يا سيد اسكندر. الباشا عنده مراجعة جوا. انت اعطيه خبر انه انا موجود هون ولا تعذب حالك. هذا التصرف مو صح. انا عم قلك خبره يعني بتنفذ، ولا هلأ بفوت غصب عنك وساعتها قلي الوضع مانو صح؟ تفضل. سيدي اسكندر الكبير طالب انه يقابلك. ومين خبرك بهالحكي؟ سيدي هو برا وبده يقابلك. انا بقدر اقابله يا باشا. لا يجي لشوف شو بده يقول. انا حابب اعرف مصدر هالجرأة. عفوا، ممكن نلتقي هون؟ طبعا يا باشا. بشكرك من كل قلبي على لطفك يا باشا. اسكندر، انت ما بيمرق يوم واحد بلا ما تتجاوز حدودك شي مرة؟ هاي مو مشكلة. بدولتك ما حدا عم يعرف حدوده بالمرة، وما عم تعرفهم حدودهم، واللي عم يعمل واجبه على الآخر بتتهمه بأنه تجاوز الحد. هاي صفات القيادة اللي علموك إياها يا سعدي باشا. اسكندر، إذا تركناك على راحتك سواء كان زملائي أو أحياناً أنا، لا تفكر إنك فوق القانون. مين يلي حطك بمنصبك؟ مين عطاك هاي القوة؟ الدولة. وشو عملت؟ شو عملت؟ أنا عملت اللي قالت لي إياه الدولة بالضبط. أنت من أي دولة تلقيت الأوامر؟ أخذت مني أمر؟ أخذت أمر من أمثالي شي مرة؟ لنكون نحن أعطيناك أوامر مختلفة. إيه طبعا، من كل اللي بموقع القيادة أخذت منهم أوامر. انأمرت من اللي بالقيادة جد؟ ولا من اللي قاعدين بأحضان المعاديين للدولة؟ هاي المرحلة خلصت يا اسكندر، خلصت تماما. خير إن شاء الله يا باشا. طلعنا من الناتو؟ ولا مؤسسة الناتو بتركيا خلص صفوها؟ اسمعني منيح يا باشا، الظاهر اللي لهلأ ما فهمتوه انه القوة اللي بين ايدي تجاوزت قوتكم من زمان كتير. وهلأ اذا حضرتكم قبلتوا بهاي الحقيقة او ما قبلتوا حتى، اسكندر اكبر بكتير منكم. أنا اللي رح دير هاي البلد، يا أما بتكون تحت إيدي يا أما بتنمحي. اسكندر، شفت كتير جهلة من قبلك بس ما شفت بوقاحتك. كرمال تعيلك كام واحد تعمل مية واسطة وواسطة، وفوقها بتوقف هلأ وبتقول بأنه اسكندر رجل قوي كتير.
أنا عم بعمل هيك احتراما للكرسي اللي عم تقعد عليه، مو احتراما إلك أبدا. يا اسكندر أنت انتهيت، بس رح انهيك وانهي فريقك واحد واحد. هذا إذا عشت ابقى انهيني. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب، نجيها يا رب العالمين، لا تموتها يا الله. يا الله ارحمنا برحمتك، نجيها يا رب، لا تموتها، لا تموتها. متأكد؟ ايه طبعا يا ابني، رح نجي فورا. مين كان على التليفون؟ السيد تركي. خير ان شاء الله، شو في؟ قولوا ان شاء الله العمر اليك. الله يتغمد برحمته. امين. سيدي انت امور ونحن مننفذ. عم يلفظ انفاسه الاخيره، لهالسبب كان وقح كل هالقد. ما رح اترك له ظهر يسنده بهالدوله ابدا، وساعتها يورجيني وين القوه. لا تنسى انه انفشلوا باول عمليه اغتيال، ورح يرجعوا يحاولوا، بس كمان قدروا يخترقوا امننا اول مره. لا ما بيقدروا يعملوا شيء. الهان بكرة الصبح بدوننا نخبر حدا أبدا، بدنا نروح على أنقرة بالبر ونسلم الملف باليد. أمرك سيدي.
عفوا سيدي، رئيس المخابرات طالب يلتقي فيكم، واتصل أكثر من مرة. حولي قال إذا ممكن بده يقابلكم وش لوش سيدي. جوراي، بدي برنامج الباشا بكرة، بس أكيد ما بدي برنامجه الرسمي طبعا. أنت بتأمره معلم؟ بكرة أكيد راح يروح على أنقرة مشان يحكي كل شيء. عرف لي أنه ساعة راح يروح. قالوا نعم. يتفضل. إيه أهلا فيك سيادة المقدم. شكرا. تفضل. في بيدي معلومة مخابراتية مهمة وحبيت خبركم فيها. تفضل. عرفنا أنه في اختراق أكيد عن نظامكم. التقرير باسم جيم 12-1 هو من هيئتكم، ما هيك؟ ما عندي صلاحية أقول. منين انجابت هاي المعلومات؟ المعلومة اجت من مراد على مدار بالحقيقة. وهو طالب يقابل صاحب الاسم الحركي. بالظاهر الأمر بيتعلق بإسكندر الكبير. ممكن شوفه أنا للسيد مراد؟ مقدم إلهام، مراد علندار. تشرفنا. شكرا. الاسم لك لكان؟ الحقيقة لا. بس أنا لازم التقي فيه. قول اللي بدك تحكيه إلي وأنا بقول له إياه. أكيد رئيس المخابرات حكى لك. أنا شفت اسكندر عم يحكي عن هالشي بعيوني. الشخصين بخطر، يلي بده يحضر التقرير وكمان يلي بده يستلمه. أنت وين شفت هذا الموضوع؟ إذا بدنا نقضيه عم نتشاطر على بعضنا هيك، لا رح يبقى أشخاص ولا رح يبقى تقرير. جيم 12-1 نزع خطة اسكندر الكبير. طيب ينقل القصة لسعدي باشا؟ انت بتشتغل تحت امرة سعدي باشا؟ اي نعم. جيم 12-1 رح يقدم التقرير؟ اي صحيح. الباشا رايح على انقرة ما هيك؟ ما في هيك برنامج لهاللحظة. اسمع، مستقبل اسكندر مرتبط بالتقرير. طالما هالتقرير مع الباشا فهو بخطر. وقت اللي بده يروح على أنقرة ليقدم التقرير بدهن يقتلوه أكيد. هلأ صارت المسؤولية مسؤوليتك.
العمر إلي. البقية بحياتك. لك شامو منين ملاقي هيك مرة كومبرادورية كبيرة يا با؟ رح نشوف يا صاحبي. المهم قديش فينا نسق فيها. لك وساق فيي أنا شو بدك بالمخلوقة هلا؟ إذا ما فيك تسق بقوة شام الثورية وقتها لا تسق بحدا يا مورو. شو يا الرأسمالية كمشتك منيح من نقطة ضعفك، عم تبيع ثوريتك بالمصاري ما هيك؟ ايه لنشوف حضرتك شو حتساوي يا مورو. إرادتي أقوى من كل المغريات. بحب أشكركم كتير على خدماتكم، ومن هلأ ورايح ما رح نكون سوا، وهاي تعويضاتكم. شكراً كتير لك يا خانو، بس الأمل مهم بالنسبة لك هلأ، ما بيتركوكي بحالك. من اليوم ورايح أصدقائي المقربين بيحموني. حاضر، إذا بتحتاجي إلنا نحن موجودين بالخدمة دائماً، وإن شاء الله العمر إليك. تسلم، شكراً إلك. مدام، قال فرزت بده يفصلنا. حضرة المدير، أنت تصرف بقى. ماشي جايين يا روحي. شو يا منين جايب لي هي كلمة روحي يا أستاذ شامو؟ هي مو لغة السواق. بلا قاموس بلا ثورية هلا، نحن لازمنا مصاري، يلا خلصونا. تفضل معلم. تفضل. يسلم. برافو عليك ولا ثوري. عندي سؤال معلم، هي مرته للرجال بتظن انه صاحبته للرئيس شامو شي؟ يا ابني المعلم شامو متبع خطة ما بتخيب ابدا، ضرب البرجوازية باضعف نقطة فيها. كل اصحاب ديون سمعوا بالخبر ورح ابدا حدد لهم مواعيد، واللي لهم مشاكل انتوا قابلون. ايه وشو معنى مشاكل؟ ثلاثة أربعة بلطجية. شو صار لك مورو؟ شو ممكن يصير يعني؟ إذا بتفرجيهم وشك بكفي، كلهم يخافوا مني؟ شو يعني المصاري ما تمت؟ منين كنا بدنا نعرف إنه المرابي رح يموت؟ قال ما فيها تدفع هلأ. شو نحن مثل هالعالم لنستنى بالدور بالله؟ العفو معلم، بس روح جيب المصاري، مصاري المنظمة ما بتتأخر، انتو كلكن عملاء ولازم الواحد يقوسكن. الحقيقة معلم لما شفت المرأة قدامي ضعفت شوي. لك انت اجدب ولا؟ المرأة منتهية، روح إلا عم نحميكي وجيب المصاري فورا. انا بأمرك معلم. الو امور يا كبير، حضرتك بتيجي ولا منيجي لعندك؟ شو قلت لعالم دار؟ اني رح حطكم بالصورة. كيف هيك شغلة سرية ومهمة تنفضح وبتتسرب يا ألهان؟ سيدي نحن عم نواجه خيانة داخلية، حتى يمكن اللي عم نقوله بهي اللحظة اسكندر معه خبر فيه. عم يعرفوا يلعبوا الحرب النفسية، بس ما رح اسمح لهم النجاح ببساطة. اعطي اوامرك بالتحضيرات اللازمة، منطلع بكرة بسيارة عادية حتى ما نلفت نظر، واختار المرافقة تبعنا يكونوا ثقة، واوعك اي حدا غير هدول الناس يعرف بطلعتنا. وشو جاوبه لمراد على مدار؟
ما بدي هاي المرة تكون مثل هديك المرة، فهمت؟ خربتوا لي اياها على الاخر لحتى ما يعرفوا اذا انتو ولا نحنا ولا مخابرات تاني عاملي هالقصة، ولا بين ما يبين معهم شي منكون نحنا خلصنا. لعلمك اتاخد قرار بالعمليات باجتماع الحزب وراح نقربها شوي. لكان مو بس بالمنطقة، بدي العمليات تصير بالمدن الكبيرة كلياتها. معناتها خلي الجماعة ترد علي لأعمل تمرد. هلأ أنت بلش لي بكم منطقة وأنا بكمل العمليات، والمناطق الساحلية أنا بدبرها وأنت اللي بتكمل للنهاية. تأمر. باعتبار هنن مرتاحين بهي الفترة وقاعدين عم يشتغلوا فينا على الطالعة والنازلة، خلينا نشغلهم شوي بالإرهاب هلأ، بلكي بيحلوا عنا شوي. اتصل ألبير. وشو قال؟ مقدم إلهان نقل الموضوع للباشا، هو بيتشكرك كتير. ما قالك شي تاني؟ ما قال اطلع بأي وقت؟ لا معلم، ما جاب سيرة أبدا. بدي تعرف محل سكن الباشا وإلهان، وبتخلي حدا ما بيعرفنا يراقب على طول. نحن رح نكون وراهم بالطريق على أنقرة. شو قلنا شغل معهم معلم؟ هل في عندك مشكلة بصندوق التقاعد وطالبينك شخصيا على أنقرة؟ إذا رحنا مع الباشا رح تنحل بسهولة. اسكندر رح يحاول يقتل سعدي باشا، ونحن منصيد اسكندر. انت معنك مشتاق لي؟ هي الحياة عندي حبيبين وبس، تركية واحد وانت اثنين بس، والله ما عم يتركوني حبكن اثنيناتكن يا انجي. بس ما بحب الشراكة بتعرف. انت احلى من تركية بكتير يا عيوني. امتى رح اكون عندك؟ قربت يا انجي قربت، ما بقى شيء. يلا حبيبي باي. معلم، ساعة انطلاق سعدي باشا وخط سيره كمان. والله نحن لازم نحضر مراسم جنازة لي بالباشا منيح. إذا كان العينتين ما فادنا وهو عايش، خليه يفيدنا بأنه يموت على الأقل. يلا نمشي. بأمرك سيدي.
أيوة طلعنا. منكون بأنقرة بعد 4 ساعات إن شاء الله. ليش رايحين على أنقرة نحن؟ علينا دين للتأمينات الاجتماعية. تأمينات شو؟ أنا ما فهمت عليك. العمال اللي بالمينا. ما على أساس السافة البولوت قال لي منيمون. كذب عليك. وليش حتى نروح أربعتنا من شان ندفع للتأمينات الاجتماعية؟ واحد منا رح يروح على المحافظة. شو في بالمحافظة؟ ما زود. شو؟ كنتوا خبروني هيك من الأول. بقتل بولوت وخلص. هالشي كان زمان يا ميماتي، قبل ما تخسر حبيبتك. مظبوط هالحكي. والله ما عم بنجح بالحب يا أخي. لك مجنون مشيت عليك الطبخة؟ يعني عم تتمسخروا علي؟ لا تضحك كاظم. الطريق لازم ادعس وخليك ماشي.